هنعمله كلون ازاي؟ هناخد البراكت ده نرجع للموديل مود. انا عايز نقطة، اهم حاجة نقطة البيفوت دي في السنتر مش في سنتر الموديل، وهروح للديسبلاي واقول له جراد شيدنج عشان انا هحتاج دي. هنطلع للتوب فيو ونمسك الروتيشن تول، خلي بالك بقى، وتمسك المحور الاخضر لو انت هتلف حوالين واي، كليك وتمسك، يعني خلي بالك كليك الاول كنترول مع شيفت وتلف كده. احنا عايزين ادي لفه بتسعين، امسك كنترول شيفت تاني وادي لفه تانيه بتسعين، امسك كنترول شيفت تاني وادي لفه تالته بتسعين. انا هاخد دول كده مع بعض عشان ابقى بس منظم الدنيا، هاخد دول مع بعض الت جي واسمي دي brackets. طيب ما تيجوا نعمل بسرعه كده الماتيريال، عشان يعني ماتيريال بس نشتغل عليها. كليك ارمي الماتيريال دي هنا كده، دبل كليك هات الكولر، خلي مثلا 20% ريفليكتنس، اعلي شويه الويتس بتاع السبيكلر واقلل شويه الفولوف، تمام كده، مثلا نزود ده شويتين يعني بحيث تبقى انت شايف شكل ظريف للماتيريال بتاعك. نيجي بعد كده للسلندر نفسه اللي هو البادي. البادي نفسه ممكن نعمل فيه شويه حاجات ظريفة، تمام. لو مثلا على سبيل المثال يعني خدنا البوينتس دي، رايت كليك وناخد سلايد، تمام، هقفل السب ديفيجن دلوقتي، هنرفع دي كده ونرفع دي كده مثلا، يعني نفس القصة هنا، بس هنزل بدول هو ايه الذكاء اللي واحد فيه. طب هرفع دول، وهسيبها زي ما هي. لو جينا هنا مثلا تقدر ان انت تعمل كده وتكسترود كنار، مرة اتنين تلاتة، تمام، ورايت كليك وزق دي لجوه كده، تمام. خلي بالك دي كده، ممكن بقى كمان بما انك زقت دي لجوه تروح على السكيل وتمسك على زد نورمال، خلي بالك زد شيفت سكيل دي كده، بعد كده تروح على دي رايت كليك اكسترود وتزق دي لجوه. افتكر كده تمام، او ممكن ناخد الفيز ده ونزق قدام بس كده،
بحيث بس نكسر الانتظام بتاع بتاع نفسه الجسم نفسه. او افتكر يبقى جوه احسن، خلي جوه احسن. جميل. وتعالى ناخد رينج سيلكشن، عشان لو احنا كده نبص كده دي سموز قوي. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا هخليه خلي حتى السب فيجن عشان تشوفوها. انا هكليك كده فهيجيب لي زي ما انتم شايفين، جاب لي كل اللي بيوازيه اهو. تمام، احنا عايزين نكونكت ده كله، ممكن بالكت او ممكن احنا قلنا بتاعت كونكت بوينت ايدجز اللي هي ام ام ورا بعضه. ام 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 ام، شوف الفرق. كليك هنا برضو ام 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 ام. على فكره كانت المفروض تتعمل في الحاجات اللي فوق كلها، بس نيجي هنا برضو ام ام ام. اعتقد الفرق كبير قوي بين الاثنين. نمسك بعد كده اللوب ده. تمام، بس في حاجة، هو انا مش عايز دول، مع ان مش خسروني حاجة اللي هما اللي جوه دول، بس مش عارف يعني انا مش عايزهم. هقفل السب ديفيجن وراك كليك واخد اللاين كات. اه انا تقريبا هعمل نفس الحركه اللي اتعملت، بس انا هعملها من هنا لهنا لهنا واسكيب. تمام، هقول احسن هاخد دي من هنا لهنا لهنا وسكيب، بعدين هاخد دي من هنا لهنا. الايدج دي معاش ليها لازمه، رايت كليك دي سولف. تمام كده الفلو بقى ماشي كده. يعني انا لو رحت عملت كده تمام، هلاقي ده عدى من بره من بره اللي انا عايزه يعني. تمام، ممكن اعمل رايت كليك بقى واقوم قايل له سلايد وسلايد دي لفوق. بس وبعدين رايت كليك بيفل وبيفل دي كده، واتاكد ان الميترنج معمول على يونيفورم عشان اضمن ان مفيش فيسز زياده تتعمل. بعد كده لوب، ناخد دي ناخد اللوب ده رايت كليك اكسترود كالعاده، اكسترود لجوه الخطوه بتاعتنا المعتاده ايدج، نكليك هنا ام 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 احنا ام 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 ام. تمام، كل حاجة تمام. بعد كده سب ديفيجن سيرفس وهنلاقي الدنيا ماشية كده. نكمل الديتيل، نروح هنا ونقفل سب ديفيجن سيرفس. مش عارف، انا بفكر ان هو يبقى هنا كده. بس عايزين نظبط مكانه شوية. فرايت كليك وهعمل سلايد دي تحت حبة سلايد هنا.
حبيبي تمام، بعد كده كليك وبعدين على تحت على طول من غير حاجة. انا كده كده هدخل هنا تلات كابل، تلاتة تلاتة، لا ده تلاتة، يبقى انا محتاج ان انا هسيبها كده اصلا. هاخد اكسترود هنا عشان عايز اعمل دي تلاية كده صغيرة كده، وبعدين على طول اكسترود على جوه، وبعد كده نسحب كده. هيكفي التلات كابلات. مجرد بس ان انا هعمل اكسترود انا رشار بينها من تحت حبتين، وعايزين نعمل كافيتي او غطا للكابلات، فياخد الاتنين في الدول ويصحهم. ناخد كلهم مع بعض ناخدهم كده كمان شوية، نشوف كده الأول كده. اضرب رايت كليك اكسترود اوبس كات، وناخد كات هنا وناخد كات هنا. يعني ممكن نخليها برضو هنا شارب شوية، لان هي كده تاخد الثلاث كابلات. طبعا ممكن تكمل يعني نفس دي هتتنقل، هتتنقل هنا، وكنا ممكن على فكرة نعملها بنفس الطريقة تمام، ان احنا نفصل الكام فيس دول ونشتغل عليهم لوحدهم، وبعد كده نلفهم زي ما عملنا مع ده. بس انا كده هشتغل من الناحية، يبقى كده عندي ده هياخد تلات كابلات، وكل واحد من دول هياخد كابل. والجميل ان احنا عارفين الزاوية بين كل واحد من دول 90 درجة، فهنعمل كابل واحد ونلفه بزاوية بزاوية 90. ما افتكرش ان انا عملت كده، نشوف يمكن اللي احنا عملنا احسن من ده. التفصيلة دي افتكر سهلة، يعني لو احنا رحنا لده تمام وشلنا ده كده وخدنا كل فيس من دول، ده شيفت مع ده شيفت مع ده شيفت مع ده، وعملنا يو بي سبليت، وخدنا ده سميناه لور سنتر. التسميه على فكره بانتر، تكليك انتر وتشتغل كنترول ايه، وناخد اكسترود لبره على طول، وبعدين رايت كليك اكسترود تاني الأولانية كالعادة، وبعد كده التانية اللي هنشتغل منها الشاربن، وبعدين وانا عامل على كله. الحمد لله عامل على كله، رايت كليك اكسترود ونسحب ده لتحت خالص، وبعدين كده نيجي التفصيلة وخلصنا منها، خلصنا منها كده. احنا خلصنا من الجزء الأولاني للموديل بتاعنا، اتعلمنا هنا معالجة شوية مشاكل الامتحانات، واتعلمنا هنا ان احنا ازاي نغير الدايركشن بتاع الفلو بتاعنا، ومفيش اي مشاكل مقابلنا خالص، مفيش دنت مفيش تنجن مفيش اي حاجه.
فوق هنا عملنا نفس الحركة بتاع المرة اللي فاتت، ولما الدنيا باظت شفتوا دلتنا وعملنا كونكت تاني واشتغلنا، عشان لو احنا عملنا، لو حد فيكم عمل سيلكشن غلط يعرف يعالجه ازاي والادوات اللي بتعالجه هي ايه. ممكن والله هنا في السلندر ده ناخد ديتيل كويس، ممكن كده ممكن كده تمام، ورايت كليك او مايل له اكسترود لان السيرفس ده كان ناعم قوي، واخد ده لتحت افتكر كده اظرف واحسن كتير جدا جدا من الاول. عايز تسيبها عايز تسيبها سموث كده سيبها، انا هسيبها كده لانها ماشيه مع الزرار ده تمام. ممكن كمان نروح هنا للسلندر وناخد الايدج مود ونقفل السب ديفيجن سيرفس، وبس هاخد الايدج دي كده واروح على نورمال. المره دي مش نافعه، فافتكر لو عملناها اكسس اكسس هتمشي، وممكن ناخد برضو شيفت مع الايدج دي، شيفت مع الايدج دي فكره. لو رفعناهم على اكسس زي جراب جراب للزرار وعملنا كده، افتكر احلى مليون مره حتى من اللي انا اعوذ بالله من كلمه انا، حتى من اللي كان معمول قبل. يعني ادى احساس ان دي مفصول عن الباقي. جميل قوي قوي كده. كده خلصنا على فكره من الجزء ده من الموديل. عايز تزود تفاصيل زود تفاصيل، انت عرفت الدنيا. ممكن نروح للسلندر ده وناخد لوب 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 زي دي، وممكن رايت كليك ديزل ونريفيد دي كده لوب. ليه اكسترود انر؟ عشان قريبه جدا من دي تمام. فانا هاكسترود دي كده، وبعدين بعد كده اقول له اكسترود واقوم زايقها لتحت تمام. كده اكون انا حميت التفصيله دي. شايفين لو كانت جت على طول كانت خدت دي معاها تحت، لكن كده الدنيا الدنيا تمام، وبرضه فصلت السطح عن بعضه تاني. لو خدنا لوب تاني، اللوب ده مش هينفع لكن ده ينفع. ولو ان اللوب ده قلت مش هقرب منه عشان بروتكشن لوب، فهنعمل رايت كليك لوب في النص هنا كده واحد وراه تمام، وبعدين ده على طول يتاخد فيسز ويسلكت اكسترود ويبدأ يروح. بس ده انا مش عايز اسيبه ناعم بقى قوي، فانا هروح لده واقوم صايد دول كده ام 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 اهو ده ام 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 كده اهو. يبقى انا كاني عملت اللي فوق ده للغطا. طبعا كميه ديتيلز عمالين نضيفها للسنه الجايه. كده خلصنا من الجزء ده، ونبدا في الجزء الثاني في ان احنا نعمل الكيبلز اللي احنا شفناها فيها شويه تكنيكات ظريفه ما فيهاش مشاكل خالص تقريبا، ما فيهاش مشاكل كتير، ما فيهاش مشاكل اصلا.